يقول السائل: رجل أتى زوجته في نهار رمضان أكثر من مرة، فماذا عليه؟ عليه في كل مرة كفارة، وعليه قضاء الأيام التي جامع فيها، وعليه التوبة إلى الله عز وجل. عليه ثلاثة أمور: أولا التوبة إلى الله عز وجل لأنه فعل محرما وكبيرا من كبائر الذنوب، إلا إذا كان مسافرا ومعذورا بالإفطار، أما إذا كان مقيما فإنه فعل محرما كبيرة من كبائر الذنوب، فعليه التوبة إلى الله، وعليه قضاء الأيام، وعليه عن كل مرة من مرات الجماع كفارة، وهي صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. أما العتق، العتق هو في الدرجة الأولى لكنه غير موجود الآن، فيبقى الصيام أو الإطعام. نعم.